ان احنا هلا في مطعم بيت الشوربة. بيت الشوربة بيقدم حوالي 1000 وجبة كل يوم، مستفيدين منه 1000 شخص كل يوم. في عنا قسم للرجال وقسم للنساء. برنامج طبعا هو طبخ الشوربة، لكن بالايام الجايه ان شاء الله في عنا طبخ الشوربة لعدة اصناف، في شوربة بالخضار وشوربة بالفطر وشوربة بعدة نكهات وانواع. ان شاء الله بالنسبة لشهر رمضان بالايام الجايه ان شاء الله الموضوع على تحسن وعلى افضل ان شاء الله. في عنا عدة طبخات ثانية ان شاء الله.